عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنسوش نعمل لايك، نشترك في القناة. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. والنهاردة والدة اللاعب حجام بتقول ان هما طبعا عايشين في فرنسا، اوكي بياكلوا ويشربوا الدنيا تمام، ولكن اللي هتظل في القلوب هي الجزائر، هي دي اللي موجودة في القلب. وده طبعا لفتة منها جميلة جدا، عجبت ناس كتير جدا واهل الجزائر خصوصا. الاجواء كانت فوق الرائعة. Grande fierté. Ce que je voulais dire, c'est que quand même la France, elle l'a aidé. On vit en France, on mange en France, on dort en France. Ça, depuis qu'il est tout petit, notre cœur, il est pour l'Algérie. Voilà. Notre cœur à vie restera pour l'Algérie. نتمنى الفوز دائما وابدا يا رب للمنتخب الجزائري والمنتخب المصري، وكل الود وكل الحب. وان شاء الله بيقال انه في يعني انه منتخب مصر ومنتخب الجزائر هيلعبوا مع بعض باذن الله في سبتمبر القادم تقريبا. يا ان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب، تكون مباراه جميله على خير يا رب العالمين. اشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.